العراقيين مولعين الليلة، والليلة سعيدة للغرافة. شوف معاي، شوف معاي من جابها كسلة، ربما كسلة هو اللي جابها، المدافع لاعب الارتكاز، حطها وكأنه كليمرسون، حطها وكأنه كليمرسون في الجول، وبالتالي نشأة أكرم عرضها لاعبين ما هو مضايق على الإطلاق، التفاهم لم يكن كذلك الأمر، لكن نشأة أكرم نقلها في القائم القريب، والقائم القريب كان واحد من اللاعبين المدافعين هو اللي مسكر المنطقة، وبالتالي الغرافة اثنين، الغرافة هدفين، الخور لا شيء. بحتة يا جمهور قطر، المباراة للغرافة، لكن نشأة أكرم بتصويبة قوية قوية في مرمى الخور، والغرافة ناويلة على نية، وأنت اصبر أيضا شوية، لأن نشأة أكرم ابتسم يا بيرتروم أرجا، لأن النتيجة قاسية. لاحظ معاي تفكير، تصويب مرمى، هدف رابع للغرافة، يأتي بشكل جميل جدا. الغرافة، الغرافة صعبين، الغرافة هم المعادلة الصعبة في قطر، الغرافة المعادلة الصعبة في قطر، إذا كان هناك لاعب صعب فإن الغرافة بنجومه وبأسمائه هو المعادلة الصعبة في هذا الموسم لقطر. بالبداية أحمد الله أشكره أنه الفريق حصل على نتيجة المباراة وتأهلنا إلى دور نصف النهائي. أكيد طبعا هذه مباراة كؤوس، ما تحمل أي خطأ داخل المباراة، الحمد لله جهود فضل من الله سبحانه وتعالى وجهود كل اللاعبين اللي داخل الملعب واللي خارج الملعب، قدرنا أنه نحصل على المباراة اليوم. الشوط الثاني، الشوط الأول يمكن يعني أنه سيطرتوا على الشوط الأول ونتيجة إيجابية حلوة، لكن الشوط الثاني استسلم الخور، سهل مهمتكم أعتقد؟ لا الحمد لله والشكر، تعرف الحمد لله كان انتشارنا داخل الملعب صحيح، كان احتفاظنا بالكرة صحيح، حتى الفرص اللي جتنا استغليناها. اعتقد متى ما تستغل الفرص اللي تجيك حتى لو فرصه واحده وتحسم المباراه هذا كفايه للفريق. بس الدفاع في ثغرات؟ لا ما في ثغرات ان شاء الله، ما في ثغرات، في 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 اكثر من هدف محقق، بامكان الخور نقلب النتيجه. عندنا فتره نصلح بها ان شاء الله كل اخطائنا، مو بس الدفاع، اكيد هم لاعبين الوسط اخطاء، وحتى المهاجمين في عندنا اخطاء، نجلس بينه وبين الكادر التدريبي وش الخطا اللي موجود عندنا ممكن نصلحه، لان فريق الغرافه فريق كبير يعني مو فريق صغير حتى انه خطا يكون متكرر. ممكن الاهداف يعني اعطت ثقه اكثر للمدافعين ورا؟ الحمد لله نتيجه المباراه كانت كلها بصالح الفريق. وصل السلام ولا لا؟ وصل السلام. وصل السلام، وعليكم السلام يا حبيبي، شكرا، يعطيك العافيه كابتن.